في وقت تشهد الأرض موجة حر غير مسبوقة تأثرت بها العديد من الدول من الشرق للغرب، رجح كبير علماء المناخ في وكالة ناسا أن يكون شهر يوليو الجاري على الأرجح الأكثر سخونة في العالم منذ مئات السنين إن لم يكن الآلاف. ترجيح عززته تقارير أوروبية أفادت أيضا بأن هذا الشهر شهد تحطيم أرقام قياسية يومية لارتفاع درجات الحرارة استنادا إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الاصطناعية. وسط توقعات بأن تستمر موجات الحر الشديد خلال شهر أغسطس المقبل بسبب استمرار ضخ انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، فما السبيل إذن لمواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي؟ للمزيد تنضم إلينا من القاهرة مستشارة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة دكتورة شادن دياب. دكتورة شادن، مرحبا بك معنا. يعني لافت هذه السنة أنه الطقس المتطرف ودرجات الحرارة القياسية غير المسبوقة منتشرة في كل القارات في كل دول العالم حاليا، صيف غير مسبوق على الأقل منذ انطلاق تسجيل درجات الحرارة 1850. ما الذي يحدث هذا الصيف حقيقة دكتورة، وهل هو مرتبط ارتباط مباشر بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية أم أنه مرتبط بظاهرة النينيو؟ مساء الخير، شكرا لاستضافتي. اليوم ما نجد وما نلمسه هو عبارة عن بداية يعني ظواهر التغيرات المناخية منذ تقريبا من قمة مناخ في باريس التي عقدت. تكلمنا أنه يجب الالتزام بالقوانين الدولية والالتزام بالحياد الكربوني، الانتقال نحو طاقة نظيفة، والالتزام أيضا بتلك المعاهدات الدولية. ولكن الآن نجد للأسف أننا نلتمس تطرف الظواهر الطبيعية، لأننا نجد إلى أنه في 2050، قلنا بداية 2030-2050 ستكون هذه الظواهر تبدأ بالانعكاس من الفيضانات والأعاصير، ولكن قد ظهرت بشكل مبكر. والتوقعات والتنبؤات المناخية بأنها من الأشهر الأكثر حرارة، هي نعم هناك دور كبير للاحتباس الحراري، هناك أيضا دور لظاهرة النينو، هي ظاهرة أيضا تساعد في تضخيم هذه الآثار، ولكن ليست فقط النينو. هنا نجد أن ظواهر الاحتباس الحراري من ناحية التطرف، تطرفات البيئة لهذه الظواهر من ناحية العاصير واحتراق الغابات والجفاف، بدأ من العام الماضي والآن للأسف ستواصل ليكون ذلك بشكل أسوأ في الأعوام القادمة. دكتورة شادن، يعني في إطار ربما هذه التقديرات هناك تحذيرات أيضا من حي ربما سيكون هناك حالات وفيات وتداعيات كبيرة بشرية ومادية وبيئية وطبيعية وما إلى ذلك. ما المطلوب من أجل الوقاية على الأقل في المرحلة الراهنة إلى غاية التزام الدول ربما بالتزاماتها فيما يتعلق بالمناخ وتخفيض درجات الحرارة بالنسبة للمواطنين العاديين الذين يعانون من هذه الحرارة المفرطة؟ كيف يمكن أن يقي الشخص نفسه؟ اليوم نقول بأن هناك الفئة الأكثر حساسية أو الفئة التي يمكن أن تعاني من هذا الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة هم الذين الأطفال، أيضا أصحاب الأمراض المزمنة، الكبار السن، وبالتالي يجب حمايتهم بشكل كبير. التعرض المباشر لأشعة الشمس، يجب عليهم أيضا عدم يعني الخروج في درجات الحرارة العالية، أيضا عليهم بتناول وجبات خفيفة ورطبة وتناول أيضا المياه بشكل مستمر ويومي، وقاية التامة من ناحية وضع واقي الشمس لعدم التعرض للشمس بشكل بين الساعات الأكثر التي يمكن الأكثر حرارة. وبالتالي هي الفئة التي يمكن أن تعاني بشكل كبير، و
وتكون حساسة جدا لارتفاع درجات الحرارة. التكيف والتعايش مع درجات الحرارة هذه ليس بالأمر سهل، خصوصا للأماكن في أوروبا مثلا الغير معتادة لارتفاع هذه درجات الحرارة. لذلك قامت مثلا إيطاليا وإسبانيا حتى أثينا أيضا في اليونان بغلق الأماكن السياحية، وطلبت أيضا عدم التعرض لأشعة الشمس في الدرجات الأكثر توهجا. المشكلة لن تكون بالسهل، لأننا للأسف يجب التعايش مع التغيرات المناخية وأيضا الظواهر الطبيعية الكارثية التي ستشهدها كالجفاف وما إلى ذلك من أعاصير أو فيضانات. دكتور، يعني اللافت لأنه على مستوى أوروبا مثلا تقديرات، فقط مجرد تقديرات السنة الماضية 61 ألف ماتوا بسبب درجات الحرارة، هذه السنة أسوأ على مستوى العالم، ربما يكون الصورة أكثر قتامة. هل يمكن عكس الوضع؟ لأنه إذا ما تحدثنا عن الاحتباس الحراري والتعهدات بخفض درجات الحرارة، هل هذا برأيك ممكن في هذه المرحلة دكتورة؟ ما يرتبط بالنينيو تقديرات أنه سيستمر للسنة المقبلة ب 2024 كذلك؟ نعم. نعم، اليوم المشكلة هي عبارة عن أنه ظهرنا في عام مثلا في فرنسا في عام 2006 كانت هناك ما يسمى هناك يعني ارتفاع درجة حرارة كبير في الصيف، والكثير من في المتقدمين في السن في أماكن الأماكن التقاعد قد عانوا من هذه الارتفاعات وكانوا ضحايا، وبالتالي قامت الدولة بعد ذلك للالتزام ببعض بالتحذير من ارتفاع درجات الحرارة، وأدرك أن هناك أيضا مشكلة في التكيف مع هذه الفئة والأطفال أيضا في المدارس. ولكن المشكلة في عام نحن الآن في على مشارف 2024، 2030 هي فعلا يعني العام في قمة المناخ السابقة قلنا أن هناك مشكلة كبيرة على المقاطعة، ولكن بالتأكيد ستكون لنا مناسبات أخرى نتناول في هذا الموضوع. دوريني على المقاطعة. شكرا دكتورة شادي نديا مستشارة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة، شكرا جزيلا.